لا إله إلا الله الواحد الفرد القدير ربنا جل جلاله له الشكر الجزيل يوم انه اصطفانا من الخلق من الخلق الكثير بنعمة الإسلام تم التسجيل والمكساج في استديوهات أفراح العروسة لتنفيذ جميع الشيلات لا إله إلا الله الواحد الفرد القدير ربنا جل جلاله له الشكر الجزيل يوم اصطفانا من الخلق الكثير بنعمة الإسلام والحق والنهج الجليل في تخرج كل من قايد ودرب المسير للعوالي والأوائل لهم وجه سبيل محمد اللي شرع العلم والفكر الخطير واستجاب لطلبة العلم والظل الظليل وامه اللي قامت وحطت برأسه سفير ودها تلقى ولدها على منصب جميل يا مهايج جعل ربي على ولدك بشير ويجعل فرحتك دايم على جو عليل جاي يقول التخيل له ولهلا تصير ماخذين كل المدايا وكل اللي يقيل هيله اللي سطرت كل مجد من حرير ليش لي تلقى من وراها على درب طويل وما نسيت اللي تقدم من السن الصغير ناجح من فضل ربي ويبقى له قليل قالها عبد العزيز المعالي في الأخير يتصيد للمعالي ويرقى للمخيل وامنا منيرة اللي لها قلب منير تستبيح الفكر دايم من الهم وتشيل ألف مبروك وعساكم على طيب وخير ألف مبروك وعسى فراحكم في كل ليل والنهاية نطلب الله ثلاثة 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 أربعة ثمانية صفر اثنان واحد. وشكرا جزيل فينا من حب